يعطيكم العافية جميعا. أنا كنت يعني متشوق إلى هذا اليوم صراحة، يعني أعطيتكم وقت كتير وكنت عم بستنى كمل الوركشوب، فإن شاء الله شفتوا الفيديوهات وعجبتكم واستفدتوا منها. الثلاث فيديوهات هدول اللي سويتهم، اثنين مع عمر. بدي منكم هيك على السريع لو سمحتوا، يعني هي في 17 واحد، مين منكم ما بعرف قول شاف ولا ما شاف، حنا نفترض انه الاغلبيه اللي شافوا والاقليه اللي راح عليهم شيء، فمين راح عليه فيديو لو سمحتوا يقلنا، يعني عادي طبعا بالاخير يعني ما في لا علامات ولا شيء، بس انه نعرف هيك بس فضول، انه خلينا نقول قديش كان الاساينمنت هي او كميه الطلب كان كبيره. خلينا نقول في حدا ما شاف الفيديو، اي فيديو من الثلاثه راح عليه؟ أنا الفيديو الثاني ما كملت آخره صراحة. الفيديو الثاني؟ تاع الكوهورت آخره. طب والثالث يعني شفتيه؟ يس. أوكي، مين عم يحكي معي؟ أنا عم أحاول أدور على مصدر الصوت. ما ميزان منى؟ بصير تعلي صوتك شوي؟ منى أوكي تمام. أوكي شكرا، يعني اذا شفتي الثلاثه الا اخر الثاني ممتاز، مع انه على فكره الثاني هو، شوفي انا بعترف معك الثاني شوي هو كان اطول، كان هو اطول واحد بين الثلاثه وشوي كان ممل خصوصا اوله، بس على فكره النص الثاني هو اهم شيء، يعني من النصين اذا خلينا نقول النص الاول والثاني، النص الثاني هو اهم. طبعا للاسف انا ما قدرت اقص منه كثير يعني مشان بالاخير يضل كونتكست، وكمان عمر الله يجزيه خير يعني معذب حاله معنا، فترتيب الافكار خلينا نقول كان له نسق معين، فما قدرت امسح من دون ما يضيع المعلومات ويضيع السياق. يعني على كل حال يلي راح عليه اي شيء احثكم على انه تشوفوه، ما تروحوا على حالكم، موجود يعني على راحتكم. طيب هلا بدنا نفوت بديسكشن خلينا نقول عن استدراك على شويه شغلات يلي ما انحكيت بالفيديوهات. ما بعرف انا بتمنى حدا منكم هيك يعني يتطوع يفتح مايكو، يعني او يعني ممكن تكون لكم الحريه يعني يفتح واحد المايك امتى ما بيحب او يسالني كمان، بس خليني اسكر كيف الشات، هتنسكر الخانه مشان اشوفكم كلكم. تمام. الجاليري فيو، هاي السبيكر، سبيكر وجاليري، اي ثينك احسن شيء سبيكر. اوكي هلا انتم شايفين صورتي كامله صح على التليفون اي اسيوم. طيب فيلي عنده اي اسئله يسال. خلينا نحكي اول شيء شغله ما حكيتها انا بالفيديو ونسيناها، انه تعرفوا طبعا انتم قصه الاي ار بي، هلا للبحث العلمي حكيناها وقتها هنيك، انه في بالفيديو الثاني اي ثينك بدك تكتب، اذا بدك تعمل بحث بدك تقدم للجامعه الاي ار بي اللي هو الاذن للبحث العلمي، الانستتيوشنال ريفيو بورد اختصار الاي ار بي، هي مثل الاذن الاخلاقي انك تعمل الدراسه هي. في دراسات بيتطلبوا اي ار بي واذن، في دراسات ما بيتطلبوا. اذا بدك تعمل، هلا حنحكي عنهم بالتفصيل، يلي هن الكوهورت ستدي، لو بدك تعمل يعني اي شيء انفولفز بيشنتس داتا بدك تعمل عنا اي ار بي، بدك تعمل كروس سكشنال كمان بدك اي ار بي، تمام، وبدك تاخذ اذن من هدول الناس يلي مثلا شفتوا انتم لما نعمل كويشنير بيقول انه انا اقر انه كذا كذا بدي اشارك بالدراسه هي، فهي هي الاي ار بي بدك تاخذ اذن، ولانه الجورنالات بيطلبوها يعني بتصير عليها مشاكل، انه بيقول لك حط لنا انه اخذت اذن من الجامعه والرقم، هي الشغلات ممكن تتراجع، وانا فعلا شفت مقالات سحبت يعني صار لها ريتراكشن لانه ما كان في اذن اخلاقي او كان هذا الاذن مزور. هلا الشغله المنيحه انه الكيس ريبورت، هي ما حكيناها بالفيديو تبع الكيس ريبورت الاول، انه الكيس ريبورت ما بتتطلب اي ار بي. كيف يعني؟ يعني انت مثلا في هي مثلا حالتي اللي شفناها مع عمر، انه بروميدايرون توكسيسيتي تسمم وصار له هيك هيك هيك، لحتى تكتب عن الحاله هي ما بتحتاج تاخذ اذن من الجامعه. طيب عادي فيك تكتب الكيس ريبورت وتقدمها للمجلات وامورك تمام التمام. شغله هي حلوه، وهي حلاوه الكيس ريبورت انه فعلا اسهل بكثير من ناحيات يعني اجرائيه وشغلات ورقيه، ما بتحتاج كل هالبيبر وورك وهالتاخير، لانه اي ار بي لحاله بالجامعه عندنا بتاخذ لحوالي شهرين يعني لتطلع، فبدك تاخذ وقت وانت عم تكتب الاي ار بي ولحتى يطلع يعني اللي هو البروبوزل، اللي هو ان شاء الله حنتعلم طبعا باعتقد اخر جلسه حنمارس كيف نكتب بروبوزل لريسيرش. المهم البروبوزل هذا اللي هو بناء عليه تاخذ اذن الاي ار بي، ما بتحتاجه للكيس ريبورت، ولكن
إذا في معلومات شخصية للمريض ممكن تعرف عنه، أو يعني مثلا المريض مثلا بحالة البروميدا يورام ما في صورة، بس مثلا لو مريض مثلا أصيب إصابة بوشه وأنت عملت له عملية جراحية أو تجميلية وصورت قبل وبعد مثلا يعني، ففي صورة طبعا أنت يشد ريموف أني ايدنتيفاينج انفورميشن، يعني بدك تمسح الوش، تمسح العيون، تمسح كذا، تغبش. وكمان بدك إذن من المريض، يعني بهي حالات استثنائية لو في صور، لو في فيديو هيك شغلة مع الكيس ريبورت أحيانا ممكن ترفق، بدك إذن، فهي الشغلة بتأخذها من المريض، في يعني إذن خطي. غير هيك يعني الـ IRB عادة ما بتحتاج له إذن أو بروبوزل، يعني إذن أخلاقي أو بروبوزل. طيب شو كمان في؟ هلأ في أي حدا إلى الآن عنده أي سؤال عن الكيس ريبورت بيحب يسألنا إياه؟ طيب دكتور، نعم هسه بتحتاج طيب بيمشن من البيشت نفسه في الكيس ريبورت؟ شلون تحتاج مثلا إذن من البيشت نفسه إذا بتعمل هذا اللي قلنا، لو المريض ما في أي معلومات شخصية له، يعني أنت مثل حالة عمر عبيدات هي البروميدايلون ما بتحتاج شيء، عادي بتكتب وبتقدم. لو في شيء شخصي مثلا أنت صورته صورة، صورت وشه، صورت كذا، في إله فيديو، في شغلة يعني عارف شلون برايفت، بدك هون إذن خطي عن الشغلة هي مشان توثق، عرفت شلون؟ تمام. مين كمان كمل يسأل؟ أنا منى. طيب فيك تعلي صوتك شوي لو سمحتي، لأنه لحظة في شغلة أنا نسيانة منيح تذكرتها هلا، ثانية واحدة. هو صوتك اصلا واطي، بس كمان انا السماعات قلت ركبهم احسن عشان الصوت يكون اوضح بعدين على التسجيل. ثاني طيب تفضلي. تمام منيح هيك؟ ايوه ممتاز. اوكي سؤال بشكل عام، انه بس نخلص الريسيرش نعطيه لمجلات مشان يعملوا له ببلش. هلا شو في مجلات معينه انه معروفه إن ولا بشكل عام ولا اي مجله يعني؟ المجلات بالطب يعني لا عد لها ولا حصر، نحن ما عم نحكي عن 10 ولا 20، في حرفيا الاف. هلا التوب يلا نحكي شوية مصطلحات، يعني هي حلاوة الدسكشن، ما في صراحة بلان. فاللي حكيتي هلا إذا بتتذكروا أنتم من الستاتستكس اللي منكم دارس، في عندكم طبعا من 1 لـ100، فهنا للسهولة تقسم إلى 4 أرباع، يعني الربع الأول من 1 لـ25، ومن 25 لـ50، ومن 50 لـ75، ومن 75 لـ100، المية اللي هو أعلى واحد التوب. فالرانكينج يعني الكيو 1 جورنال عموما التوب هنن الفيرست كوارتايل الربع الاول مشهورين، يعني بتعرف اكيد يعني الا ما يكون كثير منكم سمعان باللانسيت، نيتشر، جاما، الجورنال اوف امريكان ميديكال اسوسيشن، نجم اللي هي نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، نيتشر، بي ام جي البريتش ميديكال جورنال. هي اسماء فوق يعني كثير منكم اكيد سمعانينا، هي شغلات التوب معروفه يعني. طيب في يعني محفوظه اسماء الكل بيعرفها تقريبا، بس طبعا نحن للأسف يعني كطلاب ونحن كمان بالأردن مو كل الأبحاث تبعنا بترقى أنه تنشر بهدول، يعني نادر جدا أنه حدا ينشر هناك من بلادنا. المهم هلا ما بدنا نعود نحكي عن شغلات مثبطة، بس الاستل يعني هدول طبعا نحن عم نحكي عن 99th و 100th percentile، بس كل شيء تحت هيك في كتير أسماء معروفة ما بتنحفظ كتير، يعني إلا للي متمرس بالمجال هذا. يعني أي حدا منكم بيروح عند دكتور النيورولوجي بتقول له شو أحسن جورنالز بالنيورولوجي، بيقول لك 1 2 3 4 5، بيذكر لك أسماءهم. هذا أخصائي نيورولوجي، هو كل يوم بيقرأ الشغلات هي وبيعرف، هو جزء من الكوميونيتي خلينا نقول. بس أنت هلا كطالب ما حتعرف أسماءهم، فأنت حسب هلا أنت باختصار بتعمل بحث. شو مثلا عملت بحث عن البنكرياتيتس، بتروح أونلاين على سكوبس، على باب ميد، على الإنترنت، بتدور على مثلا نحن شو قلنا، بنكرياتيتس ولا مننجيتس؟ بنكرياتيتس. اوكي بنكرياتيتس. بتروح على الانترنت بتكتب gastroenterology journals، pancreatology journals، هكذا. فبتلاقي موجودين على المواقع، حنحكي عنه ان شاء الله يا منى الجلسه الجايه او اللي بعدها، اللي هي بالفيرست ارتكل ديسكشن فورم اعتقد بعد الجاي حسب البلان، لانه
هسه الجاي بنحكي عن ال literature review اللي بعدها article discussion. فهنحكي عن ال scopus. في مواقع على الإنترنت اللي هو خلينا نفتحه على السريع هلا. والله بطلت أعرف نبلش مرة جاي ولا هاي مرة. خلاص نحكي عنها هلا. يعني هذا موقع scopus تمام. هاي مثل ما قلنا directory، ما بعرف إذا حدا منكم شافها من قبل. هاي directory لأي مجلة علمية، المجلات العلمية عموما. انا صح حكيت عنها بالفيديو، حكيت عن باب ميد وسكوبس. باب ميد للمديسن مثل ما اسمه يعني بيوضح، سكوبس كل شيء. يعني شوفوا شلون باي تايتل مثلا في عندك الفيلد سبجكت اريا، كل شيء اجريكالتشرال انيمال زولوجي فود ساينس بلا بلا بلا. بدك الطب، بنختار الطب، بنروح وين الهيلث ساينسز، بيولوجيك مش مبين على الشاشة. في نزلة صح، بدنا ننزل لتحت. ايوه انا مو مساوي شير سكرين، اسف منيح نبهتني. مين اللي نبهني؟ الو. ادركته. اوكي، فاسف والله منيح ذكرتوني ولا حكيت حكمل انا. فالمهم هذا موقع سكوبس، بتروحوا على sources هون، تطلع لكم هاي بتروحوا على sources، فعندكم هاي الصفحة. ف by subject area تمام، يعني هاي الفكرة يا شو كان اسمك منى صح، directory لكل المجالات الطبية. ما هاي تملكها شركة السيفير، هي ناشر. إذا أنتم بتطلعوا على كتبكم، ما عندي هلا كتاب، لكو كتاب نلسل محطوط عندي على الجنب، بس في فوق 50 كتاب لو بدي إيمو بعد بيشتغل ساعة. فالببلشر هذا السيفير، يعني ناشر في مجال الطبي وغيره، فهو يملك السكوبس هاي. بس طبعا يعني هاي فيها كل الجورنالز سواء تابع على السيفير ولا غيره. فهذا بيسهل على خلينا نقول العلماء والباحثين وغيرهم انه يدوروا يعني وينسقوا الشغلات هاي اللي عم نحكي عنها. فبتروحوا على شو بدنا نحن، المديسن، نكتب سيرش مديسن بالضبط، الهيلث بروفيشنالز، بتروحوا على مديسن ليكو وبس. مثلا بدك تدوري شو قلنا الشغلات اللي لها علاقه بالبنكرياتيتس، وين بدك تنشريها؟ اما بجنرال مديسن او انترنال مديسن او بيدياتريكس صح، او سيرجري حسب يعني انت شو بالضبط عم تحكوا. وطبعا هون في سب سبيشالتيز، يعني بالبيدياتريكس في عندك البيدياتريك جاسترو انترولوجي او انترنال مديسن انترنال مديسن جاسترو انترولوجي. المهم هذا احنا بنستعرض على السريع، انتم فيكم على راحتكم تشوفوا. فتطلعوا نحن مع الفلترنج هذا لقينا 13000 ريزلت. فمثلا بدك حسب انت مثلا هلا يا منى شو يعني مستوى بحثك، شو بتتوقعي مستوى؟ طبعا لما تقراي مجلات وتعرفي كثير بتعرفي مستوى بحثك لاي درجه يرقى. خلينا نقول ممكن نقول مثلا احنا بحثنا بيسوى Q1 Q2، نسوي تشيك وبنختار جورنالز هون. فهيك حيورجينا السكند كوارتايل، يعني شو يعني من مستوى النص، من مستوى 50 الى 75، يعني من أصل 100 حيورجينا الترتيب هذا، المستويات اللي هي ما فوق المتوسط. فهلأ صار في عنا 1500 result، فبتساوي مثلا وهي السنتايلز تبعون، يعني هيدا journal of، ليش قلت هيدا؟ journal of leukocyte biology clinical immunology وهكذا. فبتدوروا على الشغلات اللي لها علاقة بالفيلد الفلاني. طبعا فيكن تسوي filtering أكتر، هلأ ما بدنا نمضي عليه وقت. hepatology مثلا، فوهكذا أنتوا عم تقربوا على الموضوع. وهذا السنتايل يلي يعني شو يعني هذا الجورنال، خلينا نضغط عليه كمثال، وان شاء الله هذا الموضوع حنرجع له بجلسه الدسكشن للريسيرش للبيبرز. فهذا الجورنال اسمه هيك، هذا المالك تبعه. ففيهم بيورجيك السب توبكس والرانكينج جوا السب توبك هي. يعني شو يعني جوا السيل بيولوجي الجورنال هذا مستواه 74% اللي هو 71 من اصل 279 جورنال، هو ترتيبه 70 هذا السنتايل مثلا. وهكذا في مجال الاميونولوجي كمان ترتيبه مشابه وهكذا. فمن هون تقدروا تلاقي الجورنالات المحترمين، وحسب الرانكينج تبعهم بتلاقون هون. يعني طبعا مع الخبره يعني بتروح، لو انت مثلا شغاله مع دكتور اخصائي جاسترو انترولوجي، هو اوريدي بيكون عارفان على اي جورنال يقدم. اذا هو السوبرفايزر تبعكم بيقول لكم والله خلاص يعطيكم العافيه، خلصتوا كتابه البحث تمام، انا حادمه هلا، هذا عندي مثلا جورنال 2 3 انا عارفانهم ومشهورين او انا بعرف مستواهم وشايفهم مناسبين لمستوانا، فبنقدم عليهم وهكذا. هذا اللي بصير يعني. تمام، في حدا عنده كمان سؤال؟
طبعا يعني سكوب، بس حنحكي عنها ان شاء الله بالتفصيل كمان، حنرجع لها، هي مو المره الوحيده. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. هسا بأول سيشن تاع الكاس ريبورت أنت حكيت إنه مثلا كاس ريبورت ما يعني ما بك ما بتقدر تعمل مع كل المرضى لأنه وان بيشن نعم إنه طبعا. بيجي. طيب قديش لازم يكون عندنا كاس ريبورت حتى نقدر نعمم؟ أحسنت يعني أحسنت مثلا أحسنت أحسنت، أنت عم تجيبني للموضوع اللي أنا أصلا حأحكي عنه، ف ممتاز كتير. فخلينا بس نجاوب شغلة قالتها ياسمين، بعدين إن شاء الله بنرجع للي قلته. ياسمين زي... لا ما دخل الآيفون. المهم ياسمين بتقول طب دكتور الاي ار بي كيف بنطلبه؟ ببساطة هي إن شاء الله حتكون آخر سيشن، ولكن باختصار يعني بتكتبوا، كانكم على فكرة بتكتبوا مينيتشر فيرجن من الريسيرش تبعك، هو بروبوزل فيه انتروداكشن، باك جراوند انفورميشن، الجولز والاوبجكتيفز، الميثودولوجي والاكسبكتد ريزلتس، حنحكي عنه ان شاء الله باخر جلسه، فابقوا معنا. شو اسمه لحتى تشوفوه ان شاء الله يعني. فيعني هي مجرد يعني طلب 3-4 صفحات بتحط فيه المراجع، وبتحط البلان تبعك للريسيرش، هي بتقدمه للبحث العلمي من خلال الدكتور طبعا. هي شغله صح. ليش نحن مو نحن بضلني بقول نحن، انا صرت امتياز، ليش انتم كطلاب وكمان انا لما كنت معكم ما بصير نحن نعمل بحث لحالنا؟ شغله من هي الشغلات هي الكيس سيريز والكوهورت و والكروس سكشن، ما بصير تعملوها لحالكم، لانه الاي ار بي ما بصير انت تقدمها للجامعه. يعني هي صراحه شغله ما بحبها، بس انه الفكره ما فيك تساوي بحث لحالك، لانه لما تقدم بروبوزل بدك تقدمه على سيستم الجامعة، وانت ما في إلك زر تضغطه، يعني ما في من خدمات الطالب ولا هيك انك تساوي تقدم بروبوزل، هي من حساب الدكتور، في حساب خاص تبع الفاكولتي تبع الموظفين بالمستشفى، في مكان خاص بيقدر يساوي سبمشن، فهي الشغلات من طرفهم يعني. طيب نرجع للموضوع اللي سألني، مين اللي سألني؟ محمود؟ انا مالي شايف الاسم. عباده. عباده، طيب اهلا وسهلا يا عباده. بالضبط السؤال اللي قلته سؤال، او الموضوع اللي فتحته موضوع حلو كتير، امتى فينا نعمم بما فيه الكفايه، او فينا نعمم على غير هذا الشخص؟ هلا لوجيكلي سبيكينج، كل ما زاد عدد حالات الاستقراء تبعك كل ما زادت درجه اليقين عندك. يعني شو؟ اعتقد يعني الكلام واضح. يعني مثلا قلت لك فوت البيت الفلاني وشوف اذا بلال موجود جوا البيت، فبتدور بغرفة أوضة النوم ما بتلاقيني، بتدور بالمطبخ ما بتلاقيني، بتدور بالحمام ما بتلاقيني، فبتقول بلال مو موجود. بس أنت ما دورت بكل كل مكان البيت، ضل أوضة القعدة، ضل مثلا الحمام الثاني، ضل فكل ما غطيت أماكن أكثر كل ما زادت درجة اليقين أنه استنتاجك صح، وما فيك تستنتج 100% لحتى تغطي كل مكان يعني بالسنتي. فنفس الشيء هلأ الكيس ريبورت، كيس ريبورت وحدة ما بتفيد يعني ما فيك تستنتج منها استنتاجات دقيقة عن باقي الناس، ولكن شوف أداة الكيس ريبورت بتقدر منها أول شيء بتفتح فرصة لفيوتشر ريسيرتشز. يعني ممكن أنت هلأ كدكتور اجتك حالة، بالضبط بال 2020 دكتور بالصين إجا واحد عنده عطاس وحرارة، I think you know where this is going، عطاس وحرارة وهيك، ما قال له عندك انفلونزا مع السلامة. اجات تاني شمه ما بشم، سلامتك روح ارتاح بالبيت اسبوع. اجات تالت كمان واحد بشم، غريبة يا اخي والله ما كانت تصير من قبل هاي قصة انه فجأة راح شمه مع فشو بلش يحس انه في شيء غلط، في شيء جديد، في شيء مثير للريبة هون. كيستين ثلاثة اربعة فبتقول لا هذا worth انه investigating، بتروح you alert the authorities، بتقول للpublic health، ببلشوا يعمموا على المستشفيات انه مثلا ياخذوا الحيطه والحذر ويبلشوا وقتها ببلشوا يشكوا انه في epidemic. هي شغله. الشغله الثانيه انه غير انه انت you alert the health authorities بتفتح هلا المجال لنوع ثاني من الريسيرش. فالكيس ريبورت ساعتها بصير شو هذا اللي عم نحكي عنه، كيس ريبورتات زيادة، وساعتها ممكن نعمل كوهورت ولا epidemiological study. فهي بتفتح أو بتبرر أنك تعمل ريسيرشات تانية. شغلة تانية اللي المستوى اللي فينا خلينا نقول عممه على الناس هو شيء بنسميه الكيس سيريز وليس الكيس ريبورت. كيس ريبورت it's a single case. الكيس سيريز تعريفه شوي
ممكن يكون فيه صعوبة، فلو سمحتوا ركزوا معي منيح. كيف نفتح ال stop sharing؟ أوكي معي كلكم، بس خليني أسكر الشات ثانية واحدة. أوكي كنا عم نحكي عن ال الكيس سيريز. شو هي الكيس سيريز؟ الكيس سيريز هي عبارة عن multiple case reports within one research within one publication أو paper. يعني شفتوا مثلا حالة البروميدايلون توكسيسيتي، لو عمر عبادات شاف اثنين أو ثلاثة نفس الحالة بروميدايلون توكسيسيتي، سواء من العيلة نفسها أو هو وزميله أو هو وبعد أسبوع جاء واحد تاني نفس الحالة من العمال اللي تسمموا بسم الفيران وشاف تقريبا نفس الحالة أو نفس الأعراض مشابهة، وحطهم حطهم مع بعض وبالأخير نشروا بنفس الورقة البحثية، ساعتها بنسميها كيس سيريز. الكيس سيريز ليش تعريفها صعب؟ عادة الغالبية الساحقة من الحالات أو الغالبية الكبرى لما يقال كيس سيريز يفهم منها إنها a few people، مريضين ثلاثة أربعة. وهاي واحدة من الكيسز يلي إن شاء الله حنساوي لها discussion. You cannot minimize. خليني أسوي لكم share screen. أوكي. بنروح على research workshop 2022 teaching material paper assignments Wardenberg syndrome. طبعا اللي منكم ما سمع Wardenberg syndrome كيفه؟ هي واحدة من اللي هم الأسايمنتس حتكون لحدا منكم. فهذا الوازنبرغ سيندروم، طبعا أنا لما أعطيكم البيبرز ما حتكون اللي عليهم الهايلايتس تبعي وهيك، بس هذا الوازنبرغ سيندروم دكتور عمل كيس ريبورت عن عائلة. شوفوا شلون، هي مو مريض واحد، هو وأبوه وأخته وما بعرف مين جايبون وعامل لهم البيدجري، شايفوا شلون؟ فهي بيسموها كيس سيريز عن مالتيبل بيشنتس. بس هذا مو هذا، هي عادة هيك الكيس سيريز، اكثر من كيس ريبورت بنفس الورقه. بس الكيس سيريز كتعريف هي شو؟ هي عباره عن more than one، more than one cases of the same disease or of the same subject. هذا كيس سيريز. لو عمر بيضا جاب مريضين كيس سيريز، لو ثلاثه كيس سيريز، لو 500 بتضل كيس سيريز. ليش؟ لأنه التعريف شو هو؟ أنت مجرد أنك عم تدور عن حدا with a certain diagnosis أو exposure أو event وخلص، ما في comparison group، ما في group control و group intervention، ما في group exposure و non-exposure. عبادة خليك معي لو سمحت، ما بصير تفتح المايك مشان حس ايه مشان أعرف أخذ ورد عليك، شوف إذا أنت فهمان أو فوصلت الصورة ولا حاب أوضح لك أكثر؟ أنا بالنسبة حس أنا فهمت عليك، لازم أنت تكون عندك الصورة العامة عن كل إشي، بس مش إنه والله أنا مثلا قائد ون بيبا يلا بدي أطلع ديسيجن عليها. خليني أنا هاي الشغلة محضرة لأنه توقعت إنه هذا موضوع حدا يسأله، وعلى كل حال أنا كان بدي أحكي عنه. الكيس سيريز والكيس ريب ظني بالأخبار فيها، الكيس سيريز والكوهورتس بيصير فيهم كتير خلط من كتير ناس ومنهم أنا. إذا بترجعوا للفيديو الأول ولا الثاني لما حكيت مع عمر قلت له أنه أنا عندي two cross-sectional studies و two cohort studies. كتير ناس بيستعملوا كلمة الكوهورت والكيس سيريز interchangeably، كأنه مترادفات، مع أنه مو مترادفات، هي تستعمل حقيقة تجاوزا تساهلا في المصطلح، ولكن هن ليسوا نفس الستديز أبدا. ليش؟ ببساطة لكم أنا يلي هنا هدول الريسيرشين اللي أنا عملتهم، البانكرياتاتس والمننجاتس. أنا عندي بحثين هلأ إن شاء الله هنا قيد النشر، ما حكيت عنه لأنه ما نشروا، بس على كل حال شو عملنا ببساطة؟ المننجاتس رحنا نحن والدكتور وائل هياجنة ودكتور جمال بوغيدة، قلنا للآي تي للتك سبورت بالمستشفى يعطونا قائمة يلي صار معه المننجاتس خلال السنوات الماضية من 2011 مثلا ل 2017. أعطانا قائمة إكسل شيت فيها الاي دي نمبرز، هي هيك طويلة، اي دي والتاريخ والاسم، اي دي تاريخ اسم 200-300 مريض مثلا. رحنا جمعنا الداتا وساويناهن هيك. لحظة
جمعنا الداتا لك. طبعا انا منظف الداتا قبل هيك مشان امتى الاي ديز مشان البيشنت برايفسي والحكي هذا. فشوف شلون هون كان الاي ديز بالعمود هذا، انا قبل شوي مسحتهم يعني قبل ما نفتح على الزوم. بس هي الخلاصه انه جمعنا ال فيعني هدول البيشنتس السنه كذا الى اخره، ويعني شو اجا وشو كانت حرارته، هي الحراره مثلا مثل ما انتم شايفين، وإذا كان عنده سيمتومز معينة هيدك وفوميتنج وهكذا ل 160 بيشنت. ونفس الشيء للبنكرياتيتس، أنا والدكتور إياد يعني هو أعطاني قائمة الأسماء اللي الناس الأطفال اللي إجوا بنكرياتيتس، رحت جمعت هال 50 هال 60 كيس، هن 20 مريض بس إجوا أكثر من مرة فتقريبا 50 مرة. المهم فبتضل اسمها كيس سيريز. شو الفرق؟ هي ما بتصير كوهورت. ليش؟ لأنه الكوهورت، خلينا نفتح البي دي اف اللي جهزته، هذا من الفيرست ايد يلي منكم يعني اي هوب انه كلياتكم تعرفوا الفيرست ايد وكلياتكم اشتريتوه، كتاب قيم جدا جدا جدا، هو اهم كتاب بالطب. طبعا هو بيلخص كل شيء يعني مو انه بيدرس شيء جديد، بس صراحه السكشن تبع الببليك هيلث كثير ممتاز وانا بنصح الجميع يقراوه كلياتهم 20 صفحه تقريبا، ولكن ممتازين في تلخيص كثير من المبادئ. فالكيس سيريز اسف الكيس وين الكوهورت الكوهورت كيف يعني، خلينا ناخذ مثال المننجايتس كيف بتصير كوهورت. ارجو منكم يعني انا بعرف شوي الشغله ممله ولكن صدقوني هذا كلام دقيق ويعني مهم تفهمه. بحاله المننجايتس لو نحن بدال ما نجمع مثلا هال 200 مريض للمننجايتس ونحللهم، لو شو قلنا لو أنا مثلا قاعد بالطوارئ أو قلت للدكاترة اللي بالطوارئ أي حدا بتشكوا عنده مننجايتس التهاب سحايا يعني، أي حدا بتشكوا فيه خلوه عندكم وبس تساووا له خزع من الظهر اللي هي اللمبر بانكشر، إبرة بالظهر بتعرفوا من الـ بين الـ L3 والـ L4 أو L4 أو L5 بيسحبوا سامبل من الـ شو اسمه النخاع، مو النخاع الشاب ايش بسموه، المي تبع يلي بشوف اتاكون تايتن بيعرف. فبس تنسحب منه عينه لحتى نشوف اذا فعلا عنده التهاب سحايا ولا لا. هلا هون يعني نحن هذا مريض مثلا عنده وجع راس وحراره، شاكين انه يكون عنده التهاب سحايا يلي ممكن لسه السنه الثانيه يمكن ما درس هذا المرض، بس مو مهم، المهم انه هو التهاب بي يعني الدماغ خلينا تقريبا وبيعمل حراره ووجع راس وغيره، فانتوا شاكين بالمرض هذا بس تسحبوا له العينه، ممكن يكون عنده المرض وممكن ما يكون عنده المرض. شايفين شلون المفارقة؟ ممكن يكون مرض وممكن ما يكون. فإذا نحن أخذنا العينات هي وقارنا بعدين الناس يلي عندهم وما عندهم المرض هذا قارناهم، ساعتها بتصير اسمها كوهورت. لأنه شو؟ لأنه كان في شيء نحن شاكين فيه وبعدين توثق، فساعتها بتصير اسمها كوهورت. أو مثلا البنكرياتيتس نفس الشيء، لو قعدنا بالطوارئ وولد جاي بوجع بطن epigastric pain اللي هو بتعرفوا البنكرياس فوق، فلما يلتهب بصير الوجع بالبطن. فلو قلنا لهم أي حدا عنده وجع بطن خلينا ندخله بالستدي وبعدين نشوف عنده التهاب بنكرياس وما عنده التهاب بنكرياس، ساعتها بصير اسمه كوهورت وبنقارن الناس اللي عنده واللي ما عنده، بنقارن مثلا whatever. مثلا بنقول اللي عندهم بنكرياتيتس الأطفال هدول كان عندهم 1 2 3 كانوا من عرق فلاني، كانوا من عمر صغير كتير، كان مثلا عندهم إصابة، فساعتها بنصير بنقارن هاي الشغلات. أما الكيس سيريز غير، الكيس سيريز أنت فقط عندك جروب واحدة عن المرض يلي بدك تدرسه. وما أعرف إذا أنتوا الدكتور بتذكر حكالكم بالمحاضرة الدكتور محمد القضاه لما عطاكم عبادة، يعني سمعنا صوتك لو سمحت مشان استأنس فيك يعني عندك. ايه انا بعرف انت مركز بس انه بستانس انا لما الناس يسمعوني صوتهم مشان اقدر اشرح احسن. دكتور احمد القضاء لما اعطاكم المحاضره هاي، انت حضرت المحاضره عباده؟ يس كانت بالجامعه. طيب ايه اعطى الدكتور احمد المحاضره يعني هي هي الشغلات بتذكرها ولا غير؟ يس اعطى نفس السلايدات. تمام نعم نفس السلايدات هذول. اوكي معناته نورجيك احسن مثال على الكيس سيريز. هي هي describe a large number of cases like a case report but larger and more informative sample. هي هي قضيه امتى فينا نعمم وما نعمم. حاله واحده عادي جدا انه المريض هذا يكون حاله شاذه،
بس لما يكون عندك عدد بالمئات يعني عشرات فمئات بيبلش عندك ثقة قوية انه خلص فيك تعمم، لانه يعني نحن اخذنا من جميع الناس. يعني واحد مثلا عندنا 30 واحد تسمموا بسم الفيران هذا، it's very unlikely انه كلياتهم مثلا دم مايع زيادة او هن كتير عرضة، لا يعني غالبا خلص يعني يعني هنا بيمثلوا خلينا نقول population. فيعني بده شوية logic و statistical inference. فشو هي لك collect data مثلا on appendicitis patients who came to the طوارئ المؤسس، describe their symptoms, laboratory, radiology findings و outcomes. يعني لو جبت مثلا 100 واحد عندهم زايدة وقعد تحكي والله 60% كان عندهم حرارة، 90% كان عندهم وجع بطن بالأسفل على اليمين، 50% كانوا عندهم تقيؤ، هاي هي الكيس سيريز. فمثال هون كان محطوط ليكو، هذا كثير حلو شو للكوفيد، انه ليكو clinical presentation of COVID-19، هي اول شو ما بلشت الجائحة، case series and review of the literature. يعني هنن عاملين study combination، حكينا عن الداتا اللي عندهم وبيحكوا يعني غطوا كمان داتا غيرهم، لذلك بيسموه review of literature. المهم فشوفوا الفايندينجز تبعهم، بيقول لك من الكوفيد بيشنتس خمسة، اعتقد هاي الارقام كلها تكون حافظينها، اول ما بلشت الجائحه كانوا كتير يطمنونا عنها، 85% مايلد ودو نوت ريكوير هوسبيتاليزيشن، صح ولا لا؟ تتذكر الاعداد هي اكيد. يس. طب ايه بس انت جيب لي مليون واحد مصاب وقل لي انه 15% مو مايلد، كم تطلع؟ 150,000. فبدك 150,000 سرير بالمستشفى، فساعتها بتبطل يعني. طبعا. فبالضبط هون يعني شوف شلون يو ديسكرايب وات يو سي، بيقول لك المورتاليتي ريت مثلا بالاي سي يو 35% وات ايفر، انا يعني هي كاني خربت انا الشغله. عدلت. بالضبط اخترب الرقم. فبالضبط المورتال 5% سيفير والمورتاليتي 3% جوا من از هول يعني. فهي هي الكيس سيريز، انتم ملاحظين الفرق بينه وبين الكوهورت. الكوهورت يعني شو؟ يعني مثلا اخر مثال ان شاء الله حنروح اللي بعده لانه انا متاكد الصوره وضحت، باقي لنا 5 دقائق حنضطر نفتح هي مره ثانيه. مثلا انت عندك انت دكتور اي سي يو يا عباده، وبدك تشوف اذا الكوفيد له علاقه بالهارت ديزيز، يعني مو بس انه يعمل لك لانج ديزيز وهيك، بدك تشوف اذا بيزيد مثلا بيأثر على القلب نفسه، سواء انفلاميشن او اسكيميك هارت ديزيز، يعني مايوكارديتس او مايوكارديال انفاركشن. فبتعمل ستدي مثلا ل مثلا 100 واحد اجوا كوفيد، ممكن تعمل هيك مثلا 100 واحد كوفيد وبتشوف التروبوننز تبعهم اللي هي الهارت انزيمز، بتشوف اللي عندهم اليفيشن واللي ما عندهم اليفيشن، فصار عندك 2 جروبس 0 و1، ما في اليفيشن في اليفيشن وكلياتهم كوفيد. بعدين بتشوف والله هدول مثلا اللي عندهم تروبونن كانوا وورس وكذا، يعني فهي هي الكوهورت بيكون فيها اكسبوجر ونون اكسبوجر، مثل اللي كانت مع عمر عبيدات، مو شرط تكون مرض، ممكن تكون انترفنشن، مثل ما ورجاك قال لك ناس عملنا لهم صفيحه وناس عملنا لهم مسامير، خلينا نشوف نقارن هل في تحسن او في حدا احسن من حدا او أسوأ. فهي الكوهورت. ولكن مثل ما قلت لكم في تجاوز، يعني كثير منه ومن الدكاترة لما يقول لك انا عامل كوهورت وبتكون كيس سيريز، وهي بحالتي يعني هي تو ستديز لارج سامبلز، يعني 150 50 مريض بالتو ستديز هذول، فيطلق عليهم تجاوزا كوهورت، وان كان لا هي بدقه فيك يعني لازم تسميها كيس سيريز. طيب فحكينا عن الكيس سيريز، وشو كمان في حدا عنده اسئله؟ دكتور الكيس سيريز بتكون ان ذا سيم سنتر ان ذا سيم هوسبيتال بس صح؟ مو شرط اي الكيس سيريز، يعني شوف باي ديفينيشن احنا شوفوا لما حكينا الديفينيشن ما حكينا اي شيء عن المكان او الزمان او كم مستشفى، ممكن اجمع لي 500 كيس كوفيد واحده من البسمه ومن بسمه ومن المؤسسه، لا مو لازم عادي. يعني ما يعني لا تدخل ابدا في التعريف. هلا نحكي شوي عن الكروس سكشنال، استدراكا كمان على الشغله ما قلتها بالفيديو. الكروس سكشنال اذا بدكم تعملوا ستدي بدكم تستعملوا كويستشنير، غالبا راح تلاقوا كويستشنيرز او انفنتوريز اونلاين لناس سبقوكم في هذا المجال. يعني انت ما تحاول او تتجنب انه تعمل لي كويستشنير من الصفر اذا فيك تلاقي شيء بالليترتشر. كثير احيانا الناس بدهم بيجي بيدرسوا موضوع معين بيألف اسئله من عنده بتكون اسئله سيئه. طبعا نحن بالورشة اللي عملتها قبل 5-6 شهور
حكيت أنا وقتها عن كيف الواحد يعمل أسئلة منيحة، يعني كيف يسأل أسئلة دقيقة بتفيده علميا و يعني بتحصل المطلوب، ولكن يلي ما شافه بنصحه يروح يشوفه. بس على كل حال غالبا فيك تلاقي كويستيونير أونلاين جاهزة بتوفر عليك عناء التأليف. بلال الدروبي ريسيرش وركشوب، اللي ما شافها فغالبا راح تلاقي انفنتوريز جاهزين. اذا بتتذكروا بالفيديو اللي انا عملته الثالث لك، هي فيكم تشوفوهن. على كل حال بالريسيرش الثالث لما حكينا على البي اف اي اللي هي شو البيج فايف انفنتوري، بقي دقيقتين راح يسكر علينا. شفتوا انا ما قست البيرسوناليتي تبع الناس من الصفر، يعني صح اوكي انا لي قراءه كثير بالسايكولوجي، بس كمون ما حتقعد تالف من عندك وتخترع العجله من جديد. إذا العجلة مخترعة خلاص استعمل عجلة غيرك، روح على الإنترنت اعمل لترتش ريفيو، هذا إن شاء الله حنحكي بالجلسة الجاية كيف بالضبط تعمل لترتش ريفيو، وحتلاقي. فهذاك محمد نوايسي اللي فوتني معه اوريدي ما شاء الله اللي مطلع وبيعرف إنه في كويستيونير أو تست للبرسوناليتي اسمه البيج فايف، من 80 سؤال بيقيس البرسوناليتي تبعك بدقة، فهذا اللي استعملناه. نفس الشيء أي بحث تاني بدك تعمله، أول شيء شوف اللترتشر، غالبا راح تلاقي انفنتوري حدا غيرك مجهزه قبلك وفيك تستعملها. انا في شاب اسمه ما عباده الزايغ اعتقد، ريسيرش كارنتلي اون هولد. شو عباده، ما كنت عم بحكي معك فوتني بالحيط. معتز ابو ليلى. معتز ابو ليلى هاد شاب حضر الورشه السابقه اللي عملتها انا واستفاد منها الحمد لله، وكان شغال ريسيرش فطلب مساعدتي بالشغله بالداتا اناليسس. يمكن يسكر علينا هلا ولا هو في 40 minutes. خلينا نسكر ونفتح اللينك مره ثانيه. ايه خلينا نسكر ونفتح على اللينك نفسه. ما عملت ريكوردينج، يلا بسيطه. فما الله يسامح حدا يذكرنا المره الجايه بصير، ذكروني لو سمحتوا المرة الجاية. ولا يهمك دكتور، يعني راح منا قديش تلت ساعة، قديش صار لنا؟ وين التايم؟ ما عم بيقول لي وين. عليكم صار لنا تقريبا ربع ساعة منحكي. ماشي المرة الجاية إن شاء الله جميعا، يعني إذا شفتوني ما سجلت قولولي. فأنا كنت خايف ما حدا اليوم يسأل، فكنت مجهز إنه نعطي أحكي عن الداتا كولكشن، بس خلاص ما حأحكي عنه لأنه أوريدي مضينا ساعة ويعني استوفينا سيشن، فحنخليه على الجدول اللي اتفقنا عليه. فأي حدا أي شيء بده يسأله عن الستديز اللي حكينا عنها، عن الليترتش ريفيو، عن أنواع الستديز هي الثلاثة، عن الديزاين. أنا عندي سؤال دكتور. نعم. هسا دكتور أنت في الكوست سكشن استاذ حكيت إنه بتأخذ كوستشينير مثلا جاهز لكل إشي. نعم، مو شرط كوستشينير، ممكن يكون أي، يعني مو شرط كوستشينير بس غالبا هي بتكون هيك. طب لو كان هذا مثلا البحث اللي عمل الكوستشينير غافض حدا يقلدها. بالحالة هي الكوستشينير يعني هلا الكويستشنيرز. نعم اظني صراحه انا لست يعني خبيرا بالشغلات القانونيه طبعا، ولكن بتوقع ايه بصير انه هو يمنعك، او يعني مثلا واحد حاطط كويستشنير معين بكتاب او مقاله باي وولد اللي هي بتعرفه اللي بدك تدفع مصاري مشان تقدر تشوفه، اللي هي غالبنا بيفتح من ساي هب إذا ما بتعرفوا. في موقعين ساي هاب ولايبراري جينيسيس، كلها بتفتح لك ببلاش. بس على كل حال لما تيجي ما فيك تستل، ما فيك تسرق الماتيريال وتاخذ الكويستشنير هذا ضد اذنه او من دون اذنه او من دون اذن الناشر. يعني غالبا اصلا يا جماعه الشغله ما لها علاقه بالمؤلف. المؤلف مسكين هو ليش اصلا نشر مع المجله هي يلي الناس بدها تدفع مشان تقدر تشوفها عليها لوك. ما تفكر، انا هيك تفكر لما كنت مسكين كنت صغير، كنت تفكر انه المؤلف لما انت تدفع المصاري هذول بيروحوا للمؤلف. لا، هذول $70 للقراءه ولا بيروحوا للناشر السيفير وما السيفير. فبدك تاخذ اذن السيفير مشان تستعمل الكويستشنير هذا اذا كان هو موجود بالبيبر هي المغلقه. بالحاله هي بدك تاخذ اذن، وطبعا الاذن ما مو ببلاش، بدك تدفع عليه، راح يطلبوا منك مصاري خيرات الله. اما اذا 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 ارتكل كرييتيف كومونز، هلا لو شوف البيبر كلها هي البيبرز اللي حكينا عنها اليوم، ليش انا اصلا صورتها وشفتوه على الفيديو وعلى كذا، انه هي ببلاش تفتح على الانترنت وتضغط داونلود على طول. فنروح على بس مشان نكون واضح بدل ما نحكي لا مشان تشوفوه بعينكم.
وينه 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 عليك. تمام، شوف شلون هاي الارتكل تبع البروميدا يالون تبع عمر. فبتطلع هون شو This is an open access article under the CC اللي هي the Creative Commons. هي سياسة حرية فكر، حرية الفكرية. كأنك مش مسوي شير. منيح منيح قلت لي. فحس هذه اختيار والناس عم يصحوا لي كيف استعمل التكنولوجي. ماشي. فهي ليك البرين همرجز الجورنال تروحوا هون تنزلوا ليك. فبيقول لك This is an open access article under the Creative Commons CC. هي هي ال BYNCND. هي شروط كمان تانية اللي هي الأوثر نون كوميرشال نون ما بعرف شو. المهم انه عموما يعني فيكم تقرأوا عنا بالموقع هذا creativecommons.org بيقول لك اللايسنس وشروطه. فليك انا عادي هلا ما علي شيء قانونيا اني صور الارتكل هي واخذ منه واقتبس منه اي مقولات او اني اطبعه وانشره عادي. انا بدي اسال آسف بس لحظة خليني أكمل العبارة هاي. فبالحالة هاي إذا مثلا أنت الكوستيناري اللي شفته للمؤلف الفلاني تحت الكرياتيف كومونز بتوقع كمان مو متأكد 100% بس بتوقع أنه فيك مباشرة تستعمله. بس الأفضل أنه تحكي معه، احكي مع المؤلف أو مع الكذا تأكد من الشغلة هاي. يعني هذا اللي صار معي لما عملت السوشيال سايكولوجيكال سكيل اللي هي الفيديو الثالث بهذا الكوستيناري اللي عملناه. رحت يعني حكيت مع المؤلف، هذا أول إيميل مني له، قلت له يعطيك العافية نحن هيك هيك بدنا نستعمل الكوستيناري تبعك. قال لي تمام وهيك. فتأكدوا من الشغلات هاي. بس الكرياتيف كومنز definitely it's يعني very easy and I don't think إنه فيها مشاكل. أما لو pay world في عليها. ممكن نعمل أي إديشن على الكوستيناري نفسها، أي تعديل مثلا من زيادة إشي زيادة الكوستيناري نقدر راحتنا. فيك تزيد عليها يعني أنت حطيت 20 سؤال وضفت عليها 5، هاي شغلة وهي شغلة. عرفت شلون؟ طيب مين اللي في كان بنت كان بدها تسأل؟ أنا دكتور كان سؤالي إنه إحنا can we cite من الـ researches اللي هم we have to pay عشان نشوفهم؟ يعني مثلا شفته من سايت هاب بقدر إنه أعمل له citation ولا كمان لا أدفع؟ لا الحمد لله مو لازم، تقريا ببلاش وبتسوي له سايت ببلاش. ما هو يعني كتر الله خير انه ما بيشترطوا كمان ندفع لهم مصاري مشان السايتيشن، هن اصلا مستفيدين من السايتيشن. فايه يعني ما عادي يعني اصلا هيك حدا بيعمل فايه مو لازم. مين كمان بده يسال؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. مش عارفه كانه صوت مو واضح، في شويه شوشره. تفضلي. تمام. أنا مريم. دكتورة عندي سؤال بخصوص الكيو اللي تكلمت عنها، Q1 Q2 وإلى آخره. نعم. كيف الواحد مثلا كمبتدئ وأول مرة يشتغل على بحث، يعني فاكتورز مثلا يشتغل عليها يضمن أنها تكون موجودة في بحثه تزيد من فرص أنها تكون في بحثه يعني ينتشر في كيو عالي؟ يعني هي يعني إيش نقاط الضعف اللي إلا وما تكون عند مبتدئ؟ This is what this workshop is all about. يعني هاي هذا كله اللي عم نحكي عنه الورشة هاي. هاي الورشة كلها جواب يعني لسؤالك. عرفت كيف؟ تمام. تمام. عندي سؤال ثاني. هاي والورشة الماضية مثل ما قلت، لأنه ما في يعني في شوي كلام مو متكرر، ولكن كله good design good planning. مثلا الشغلة اللي حكى عنها بدور قصة الكونفاوندرز، يعني هي طامة كبرى إنك تنشر study ويكون الاستنتاج معكوس بسبب poor design منك. فانت اكيد لما مثلا بدك تعمل شغل عن الاندوسكوبي اللي حكيناها لازم، ما بيكفي طالب سنه ثالثه. يعني طبعا اكيد بعرف انا طلاب سنه ثالثه وغيرهم جد بيطلع منهم شغلات رائعه وممكن يبذلوا جهد رائع ويطلع منهم ريسيرش احسن من بعض الدكاتره اللي اكبر منهم، ولكن مع ذلك هذا لا يغني عن خبره دكتور متمرس في الشيء هذا. يعني الدكتور المتمرس حيقول لك اوكي انت بدك تجمع مثلا داتا الاندوسكوبي والسيرجري ومين مات او ما مات، بس ما بيكفي، لازم تجمع ضغط الدم الحراره الكذا المنتال ستاتس كميه الدم اللي خص، بيقول لك كمان المعلومات اللي فيك تساويها مشان تخلي الريسيرش احسن. طبعا هذا مو دائما بصير، احيانا ممكن الدكتور الاكبر منك ما يكون له التمرس بالريسيرش او ممكن ما يكون كثير انترستد، بس يعني بنحاول احنا نقارب. ففكره انه الجود ديزاين يعني شو كان في شيء ثاني؟ يعطيك العافيه. كان في شغله ثانيه بدك؟ كان عندي سؤال ثاني. نعم. دكتور بما أن أنت عندك خبرة حالياً،
إيش يعني نقاط الضعف اللي لاحظتها عند المبتدئين في الريسيرش غالبا يعني إلا وما تكون موجودة؟ literature review. يعني شيء لو عندي عطلة مثلا وقت ممكن أتفرغ فيه لنفسي ممكن للريسيرش شيء مثلا أشتغل عليه في هالأثناء. رقم واحد literature review. المبتدئين بيبلش ريسيرش مباشرة بيبلش بيجي بده يجمع داتا وهو ما قرأ ريسيرش يعني الشغلات الماضية عن نفس الموضوع أو ما قرأ بما فيه الكفاية يعني ما بيعرف يستعمل السيرش انجن صح. نحن كنا شو نساوي؟ نفتح جوجل سكولر وهي لحالة غلطة كبيرة يعني جوجل سكولر هذا إن شاء الله الفيديو الجاي ما هحكي عنها هلا بس في سيرش خلينا نحكي two main search engines. جوجل سكولر ما بيورجيك بالتفصيل يعني بيورجيك كل الريزلتس مخبوصين وببمد. فنحن كنا ندور عشوائيا يعني نجمع 10 بيبرز وخلص يعني هذا نحن يعني أحسن الناس حالا سوينا literature review على جوجل سكولر بس لا مو هذا الشيء الصح. فالشيء الصح أنه تقرأ عن الموضوع قراءة كومبريهنسيف وتخطط منيح. الشغل الثاني أنه بنصح أن الجميع يتعلموا statistical analysis. هاي شغلة ناقصة من الوركشوب هاي ما خططنا وما راح نسوي فيها ما هنحكي فيها عن statistical analysis لأن الموضوع جدا واسع وهو أكبر من أنه أعطيه بثلاث أربع خمس ساعات بكراش كورس أو وركشوب سريعة مثل هاي. الوركشوب الماضية حكيت فيه شوي عن statistical analysis بحوالي أعتقد مجموع أربع ساعات يلي هي كانت ثلاث جلسات أعتقد جلستين أو ثلاثة بس هديك يعني أنا ما بزعم إنه كاملة يعني هديك مجرد تعريف مجرد يعني هيك introduction سريع للشغلات يعني هيك الرئيسية بشكل عام مشان يلي بده يقرأ كمان أو مشان يتشجعوا على إنه يتعلموا statistics. فليش؟ لأنه حرام يعني تجمعي داتا بعدين طبعا على فرض أنك جمعتي داتا صح واو وكان ريسيرش بروبرلي بلان بس بعدين جمعتي الداتا ومين بده يسوي الاناليسس؟ انت ما بتعرفي ودكتورك ما بيعرف غالبا وبدك يعني تصير تترجي الناس أكيد أكيد. تنزلي فيسبوك هذا اللي بيصير فيسبوك بوستس يا جماعه لو سمحتوا حدا بيعرف اناليسس يفوت معنا هون يعني هي شغله مو منيحه. ليش؟ لانه اول شيء راح تتاخري ويصير في بهدله. الشغله الثانيه انه الاجنبي مو حريص على الريسيرش تبعك مثلك يا مريم. أكيد. يعني أنت جمعت الداتا with blood and tears بعدين يجي واحد بعد ست شهور ولا سنة من الشغل هو يجي مثلا أسبوع أسبوعين يسوي لك analysis بساعتين ثلاثة مفكرة عن جد رح يبذل كل جهده وكل ضميره ويكون دقيق بكل شيء على فرض أنه هو عنده العلم يعني ممكن يكون يخبص شوي أو هو ما بيعرف بس على فرض أنه عنده ما عنده الموتيفيشن. فلذلك أنا بنصح الجميع يتعلموا الستاتستكس يتعلموا البيسكس على الأقل of statistical analysis ويعني أفضل شيء ما صنعته يداك خلينا نقول. ف على الأقل البيسكس صراحة الجميع فيه يتعلمه وأنا هاي الشغلة الحمد لله جهزتها على فكرة. لو بتروحوا على اليوتيوب على الشانل تبعي عملت بلاي ليست هي مو فيديوهات أنا مساوية لأنه صراحة الموضوع جدا يعني طويل ومتعب إني ساوي له فيديوهات بنفسي ولكن أنا مساوي شير سكرين بعد شوي حيسكر علينا خلينا نسكر ونفتح مرة تانية هي آخر مرة إن شاء الله راح نسكر بعدها مباشرة يعني يلا نسكر ونفتح مرة تانية على نفس اللينك. ما عم سجل برافو علي. الوركشوب الماضي والبلايلست اللي جهزت على اليوتيوب والفيديو هذا يعني فهي نصيحتي الثانية يا مريم مشان إن شاء الله يعني أي ريسيرش أنت بتساوي يكون عندك اكتفاء ذاتي ما تحتاجي غالبا يعني أحيانا ممكن يكون في شغلات أدفانس ممكن الواحد يحتاج إنبوت من غيره إلى آخره بس صراحة أغلب الشغلات البسيطة يعني أعتقد most medical students can manage analyzing their data on their own given أنه هو شوي بذل جهد. خلينا نقول طبعا نحن لما نحكي workshop أو playlist من 10 ساعات ولا هذا فيديو 5 ساعات ما حتشوفوهم كلهم بيوم واحد ولا حتفهموهم بيوم واحد وكمان لأنه الفيديوهات رح توقفوها رح تعيدوها رح تدوروا على شغلات على جوجل رح تحاولوا تفهموا رح إلى آخره يعني ممكن تاخذ منك شهر شهرين دراسة ليس إلا يعني كل يوم ساعة زمن أو هيك تقريبا شهر شهرين إن شاء الله بتكونوا تمكنتوا من أغلب الأساسيات يعني. طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب إذا أشوف الشات إذا في حدا سأل شيء إذا ما في
خلاص بنكون خلصنا اليوم. مش هنحكي لكم شو بدنا نساوي اوكي تجهيز للجلسة الجاية. لو سمحتوا روحوا كلياتكم على فاتح المايك تبعه يسكروا لو سمحتوا. كيف ميوت اول تمام. اعتقد اي اسيوم يعني اغلبكم بيستعمل كروم الا جماعه ابل هدول الله يهديهم اللي بيستعملوا سفاري. بس روحوا على جوجل كروم وحملوا الجوجل سكولر بوتن. الجوجل سكولر بوتن طيب حمل هي بلج ان للجوجل كروم ففيكم تلاقوه هون. سووا له داونلود. بس تسووا داونلود فهي الاكستنشن بصير عندكم هذا الزر الصغير يلي بتشوفوه هون عندي على الشاشه. حنستعمله ان شاء الله المره الجايه وراح نزلكم انا فيديو على الفيسبوك. فيديو قصير اعتقد 6 دقائق مسويه انا من قبل مشان نوفر علينا شويه وقت. يعلمكم كيف تستعملوا صراحه كتير بلج ان حلوه ويعني وبتسهل كتير على الناس يشتغلوا. الايباد بيزبط؟ لا يا جماعه ما بيزبط الايباد. يعني بتكون تسوي ريسيرش على الايباد I don't think so. لا على الكمبيوتر لازم. يمكن في على الفايرفوكس صراحه مو متاكد اذا موجوده على اذر براوزرز بس انا بستعمل جوجل كروم يعني. فمشان نتعلم الجلسه الجايه ان شاء الله كيف نساوي الليترتشر ريفيو. خليني نشوف الجدول اللي نزلناه. انا عدلت الصوره تحت باي ذا واي لانه المره الماضيه حدا نبهني انه كان في غلط. فهذا الجدول اليوم نحن سوينا discussion question and answer preparation for next week. فالأسبوع الجاي حنحكي إن شاء الله عن كيف to develop an idea وكيف نسوي literature review. طيب فهي هي الشغلة. يعطيكم العافية جميعا. يعني تلخيص الموضوع كلياته اللي حكينا عن ال case series. شغلة كلمة واحدة فقط بدي أضيفها إنه ال case series إلى مصطلح آخر إلى يعني اسم تاني هي ال chart review. فالشارت ريفيو هي نفس الكيس سيريز انك تجمع عدد كبير من البيشنتس وتدرسهم. هاي البيبر يعني انا حضرت له قبل ما ادرسكم اليوم يعني عن الشارت ريفيو بسموها ريتروسبكتيف شارت ريفيو انك تفتح ملفات المرضى وتحللهم. وهي يعني نفس الشيء حكيت عن المشاكل يلي بتصير مع الناس اثناء الاستدي تبعهم. بالشارت ريفيو كثير بتكون في اغلاط منها. طبعا ما حقرا البيبر بس احكي العناوين يلي منكم بيحب يقراها لحاله. طبعا ليك البيبر مثل ما شفتوا open access creative commons لذلك فينا يعني نصوره براحتنا. ف failure to create well defined clearly articulated research question. لازم تكون محضر الobjectives والgoals تبعك قبل ما تجمع الداتا يعني على شو عم تدور. الشغلة الثانية يعني مثلا بحالة الكوفيد بدك تحكي والله نحن هدفنا نقيس كم في mortality كم في morbidity كم في إلى آخره. failure to consider sampling issue يعني ممكن ما تعرف يعني لازم تكون محدد انه بدك سامبل 100 ولا 1000 مريض مشان تدور على الشغله الفلانيه. failure to adequately operationalize the variables بدك تعرف تعرف هذا كله حكيناه بالفيديوهات الحمد لله يعني اغلبه غطيناه. بدك تعرف المواضيع اللي بدك تقيسها هل هي continuous variable ولا لا كيف بدك تعبيها بالخانات الى اخره. failure to train and monitor data abstractly اللي بيجمع الداتا احيانا ممكن الناس يجمعوا داتا باسلوب مختلف لذلك بدكم تتفقوا على شيء معين. ونفس الشيء هون standardized abstraction form يكونوا عم يجمعوا على نفس الفورم او نفس الاكسل شيت. والانكلوجن واكسكلوجن كرايتيريا يكون متفقين شو تعريف المرض هذا يعني مثلا التهاب السحايا تبعنا بدك تحكي انه هل حنعتبر عنده التهاب سحايا. طبعا يلي منكم ما درس النيورو السي ان اس لسه ما درس الشغله هاي بس التهاب السحايا قلنا انه بياخذوا خزعه من الظهر وهيك بشوفوا كمية الخلايا البيضاء الواي بلاد سيلز إذا مرتفعة بيكون التهاب سحايا إذا لا معناته لا. بس على أي رقم نعتبره التهاب سحايا؟ الطبيعي من 0 to 5. هل حنعتبر عنده التهاب سحايا من 6 فما فوق ولا من 5 فما فوق ولا ستديز أغلبها بتقيس من 8 من 10 فما فوق يعني في منطقة رمادية بين 5 والعشرة يعني هاي الشباب كنت تتفقوا عليها. شو كمان فيه؟ هاي يعني النقاط هي بتكرر تقريبا نفس اللي حكيناه من قبل. طبعا هي شغله حلوه كمان البايلوت تيست انك مو شرط تبلش الاستدي مره واحده ممكن تعمل بايلوت ستدي انه
تقرر تعمل مثلا اسبوع تدريبي او تجمع مثلا داتا لمده اسبوع او اللي وتجمع مثلا 15 بيشنتس، يعني مثلا اذا في اكثر من واحد بيجمعوا داتا ممكن تتفقوا كل واحد يجمع مريضين او ثلاثه، نجتمع مره ثانيه نشوف اذا في اي مشاكل بعدين نكمل، احسن ما تجمع كل واحد يجمع 100 مريض بعدين نلاقي المصايب والاخطاء. فيعني ممكن تعملوا بايلوت تيست او يعني دراسه تجريبيه. فهي هي الشغلات. يعطيكم العافيه جميعا، اسفين طولنا عليكم. لو سمحتوا مرة جاية ذكروني بالريكورد، يعني صراحة هي الشغلات مهمة جدا نسجلها. نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء، خميس جمعة سبت، نلتقي إن شاء الله السبت الجاي مشان نعمل نتدرب على الليترتشر ريفيو. صحيح كمان رح بدي هي الشغلة أنا هلأ حنزلها على الفيسبوك، رح ننزل الأسايمنتس من هلأ، يعني رح أعطيكم كل واحد رح ننزل إكسل شيت بالأسماء كل واحد شو عليه البيبرز اللي بده يقرأه مشان نناقشها بعد الجلسة الجاية اللي هي جلسة الاثنين. هذا جدول. فالسبت إن شاء الله حنحكي عن الليترتشر ريفيو. الارتكل ديسكشن دي حيكون يوم الاثنين، فمن هلأ بدي إياكم لو سمحتوا تبلشوا قراءة. يعني هي أصلاً بيبرز أنا حرصت على أنه تكون قصيرة، يعني مجرد 5 صفحات بلس ماينس، يعني فخمس أيام لخمس صفحات أعتقد وقت ممتاز. فرح أعطيكم البيبرز ونناقشها هناك إن شاء الله. وحيكون في article discussion form، هذا article discussion form كمان رح ينزل على الجروب teaching material article discussion form. ليكو هاي هي الورقة اللي بدي إياكم تعبوها لما إن شاء الله تقرأوا البيبر. يعني أنا حاعطيكم عناوين البيبرز بتلاقوها لحالكم من جوجل سكولر، بتروحوا على scholar.google.com تعرفوا الموقع جوجل سكولر، من البتن هذا لاقوا البيبر وبدي اياكم هون تحطوا معلوماتها، يعني مثلا عنوان البيبر كذا كذا العنوان، بعدين تحطوا الجورنال نيم مثلا تقولوا لانست سنه 2010. طبعا خلص هيك نحن عم نسكر بس مشان اورجيكم جلسة يعني بعد الجاي شو حيصير، مشان من هلا تعرفوا كيف تشتغلوا. الاوبجكتيفز بتحكوا هون بتلخصوا البيبر على السريع شو كان هدفهم، مثلا تو ميجر مورتاليتي اوف كوفيد. بعدين هون شو الديزاين، مثلا بتحكوا كيس سيريز. طيب حتى الكوهورت ممكن يعني تلاقي فيها مثلا المورتاليتي. الريزلت بتحكي مثلا الكوفيد هاز هاير مورتاليتي ذان انفلونزا. طيب او يعني بتحكي مثلا ارقام والكونكلوجن هيك. هلا هي هذا جدول للسترينكس والويكنسز للبيبر، حاولوا تعبوه، مو لكل السترينكس حيتعبى بس حاولوا تعبوا، يعني يعني عموما عبوا. اذا بتلاقي اي سترينث مثلا بتقول لي ويل ديزايند لارج سامبل بلا بلا بلا، اي ادفانتج او ديس ادفانتج يعني هون بتلاقي احكيها. الويكنس نفس الشيء، اذا لقيت اي اخطاء منهجيه بالبيبر احكي عنها هون باختصار، يعني كلمات طبعا بالسيشن وقتها كل واحد حيقعد يحكي، يعني حيسمعنا صوته وحيفصل بالتفصيل، يعني ممكن يساوي شير سكرين ويورجينا، ما في داعي يحكي يكتب كتير، يحكي شو رؤوس أقلام مشان هو يشرح لنا عنه. وطبعا البيبرز هي كلها أنا قارئة ومعلق عليها ومساوي لها هايلايت، مع أنه ما حاعطيكم البي دي اف اللي عليه هايلايت تبعي طبعا لأنه أنا هي شغلات قارية فمشان أقدر. طيب فإن شاء الله ناقش وقتها ونقدر مشان نستفيد من البيبرز هذيك، مثل ما قلت لكم وقتها باللايف في دراسات أهم من دراسات، في شغلات يعني حيكون فيها فائدة كتير. يعطيكم العافية جميعا، نشوفكم إن شاء الله يوم السبت الجاي والاثنين اللي فيه الديسكشن، ومع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك.